لو الحكاية فيها إن فيتو أول الطاقة البشرية والموارد البشرية، أنا بتعاطف وبأيد وبدعم الباع جايين. باع جايين حاجة من اتنين، لإما أخليه يقف يبيع في الشارع، لإما أضيق عليه فهتحوله لمجرم. أي بائع جاي يبيع في الشارع وبيجي تاني يقف يبيع يقف في نفس المكان، يبقى هو بائع، يبقى ربنا كرمه، يبقى استرزق باللغة بتاعتنا. يبقى المواطن عايزه وهو عايزه، صح؟ ما اعتقدش ان في بائع مش هيبيع ويفضل مصمم انه يقف تاني. احنا دورنا كدوله بنبني علاقات جديده وبنفتح ابواب الرزق للجميع ان احنا ننظم العلاقه دي. واعتقد ان طرح الاراضي بالايجار هيعمل توسع افقي في التعمير وانخفاض في اسعار جميع العقارات، فهيفتح باب رزق كتير. فممكن قوي ان احنا نقضي على سهوله او على فكره الباع الجاي. لكن في الإجمالي الدولة، وأنا أتمنى هذا المشروع إن الدولة تتعاطف مع كل الباعة الجائلين، ترخص وجودهم، تحدد لهم أماكن وساعات عمل، ما تسيبوش إن هو عرضة أو فريسة إنه يقعد يشتغل 15 ساعة ويبعد عن بيته، لا، حدد لك المكان والوقت 8 ساعات تشتغل فيهم وبعدين ترجع تمارس دورك كأب وكأخ وكابن في أسرتك. الثمان ساعات دول والمدة سنتين يكون معفى، الدولة تعفي الباعة الجائل من أي مصاريف. أنا مش عايز منه مصاريف، مش عايز منه غرام، انا عايزه انه يشتغل. وانا هعمل تنميه للاقتصاد وهعمل مصانع وهعمل شركات، فهو بعد فتره هيتنازل عن مهنته وهيضحك وهيبقى صاحب عمل.